هقول لكم حاجه بصراحه، يعني انا مخبيها للحلقه دي. احنا من ساعه ما بدينا البرنامج وفقره الكذبات والتحديات تبقى خفيفه على قلب ناس وتقيله قوي على قلب ناس تاني، وشغلانات تفرح وتنبسط وتهزر معانا وفاهمين اننا بنهزر وبنناقش حاجات سلبيه، وناس تزعل مننا قوي وتغضب. لكن فضلت الحاجه المشتركه اللي بتتقال لي كل مره لما بنعمل فقره الكذبات والتحديات: ورينا شطارتك بقى، قولي كذبات المذيعين. فانا دلوقتي داخله معاكم التحدي، هنقول كذبات المذيعين كلها وكل نستعين بالله بقى عشان نقول كل الحقيقه. المذيع زيها زي اي مهنه بيضطر يخبي حاجات ويجمل حاجات ويقدم نفسه بصوره مش واقعيه ساعات. هبتدي معاكم من ابسط حاجه، ابسط كذبه. الكذبه اللي بتتقال، وطبعا المخرج دلوقتي عارف ان انا يعني كذبه واقعيه جدا، لما نقول نص ساعه واجهز. هقول لك انا محتاج نص ساعه عشان اجهز، لكن لو هي مذيعه هي محتاجه ساعه عشان تبتدي مرحله التاسيس والفاونديشن، ومحتاجه نص ساعه قدها عشان الرموش وما يلزم. انت بتشاوري على مين؟ ده كل البنات، بس لو مذيعه بالذات عندها تفاصيل كتير. الكذبه الثانيه هتقول لك او هيقول لك انا عندي مشاكل مع الاعداد. دي جملة بتسمعها أو غالباً بيستخدمها المذيع لما يكون مش عاجبه الموضوع أو غالباً مش محضر له كويس، فهيجيب اللوم على الإعداد. المذيع الجديد أو اللي لسه داخل جديد في الشغلانة بيبقى في الغالب بيبتدي كمراسل. هي مراسل دي بالمناسبة مهنة قائمة بذاتها، لكن هو في الغالب بيبدأ كمراسل، وهيقول لك أنا بحب الشارع جداً، الخارج ده كل حياتي، أنا وسط الناس بحس بنفسي. هو الحقيقه بقى انه من جواه نفسه في برنامج حلو من بتوع الاستوديو اللي قاعدين في التكييف دول، من غير حر ومن غير فرهده. الكذبه الرابعه وقت التحضير. هيقول لك انا محتاج اخد وقتي في التحضير والقرايه والاطلاع والبحث. والحقيقه انه التحضير مظلوم معانا، لو كنا بنحضر كويس كان نص مشاكل الشغلانه دي والاعلام كله كان ممكن يتحل. الكذبه الخامسه هي المبالغه. المذيع كده بتركيبته بيحب يبالغ في وصف الاشياء. عارفين المذيع اللي يقول لك النهارده جيب لك اعظم حدث، اكبر موضوع، واهم ملف، واخطر قضيه، عارفين الاداء ده؟ واجرا حوار عادي يعني، ما فيش حاجه جديد. لدرجه ان هو بيقول للمشاهدين اللي عمره ما شافهم اصلا اعزائي، ودي في حد ذاتها مبالغه غريبه انا طول عمري مش فاهماها، يعني بس هو احنا بنبالغ. رقم سته، المذيع وهو بيسمع الضيف عامل نفسه مركز. هو مضطر انه يركز في اجابه الضيف وفي الكلام اللي بيقوله له المخرج، وهو غالبا بيسمع دوشه في الكنترول وناس كتير بتتكلم، وغالبا بيفكر في السؤال اللي جاي، وغالبا برضه خايف على القصه اللي هتتعدك، ففي مشاكل كتير، لكن هو بيعمل الوش ده طول الوقت. الكذبه السابعه، هيقول لك حاضر ومن عيني. المذيع مطلوب منه يقف في الشارع يسمع مشاكل ناس، هو غالبا طبعا مش هيقدر يكسفهم، لكن هيسمع مشاكل والناس متوقعه منه انه هيحلها، او على اضعف الايمان انه هيتكلم عنها. في حاجات كتير هو بيوعد الناس بيها وغالبا مش في ايده تماما. هي كذبه ومحاوله، يعني نادرا ما بتنجح في انه فعلا يقدر يعمل اللي وعد بيه. الكذبه التانيه، لو مذيع جديد لازم يكتب في السي في بتاعه اتقن عده لغات. مطلوب منه انه يكتب كده مع مجموعة تانية من المهارات هو غالباً في بداية حياته مش متأكد هو بيتقنها ولا لأ. الموضوع غالباً بيتكشف مع أول نص ساعة في الهواء، بس هو مضطر يقول كده. الكذبة التاسعة، لازم يقنعك إنه حافظ الكلام ده كله. هو بيحاول يقنعك إن الكلام العظيم ده كله يا إما من دماغه هو شخصياً، لأ والأكتر إنك تعتقد إنه بيرتجله. والحقيقة إن الارتجال مهارة موجودة عند عدد قليل جداً من المذيعين، لكن في الأغلب هو بيقرا كلام متحضر ومعد جيدا من جهاز لذيذ بيساعد على اني افتكر كل الافكار دي، لان مفيش حد فينا يعرف يرتب ذهنه في كلام طويل كده لوقت طويل. الكذبه العاشره، ودي غالبا بعد ما اقولها مش هقدر اخد مكالمات تاني على الهوا، هيقول لك للاسف الخط قطع. هو الخطوط بتقطع، ده بجد بيحصل، لكن هي احيانا بتستخدم كجمله سحريه كده عشان ننهي بيها مكالمه لضيف غلط او قال كلام مش مناسب، او احنا بشياكه كده عدينا الوقت فالخط قطع. دي غالبا شويه من كذبات المذيعين. بعد الفاصل نكمل تحديات المذيعين. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عادي.
زي كل الوظائف والمهن والشغلانات، مهنة المذيع مليانة تحديات، وفيها جزء مش وردي خالص، الجزء الحلو اللي بيلمع والمنور اللي على الشاشة وراه تفاصيل كتير قوي. التحدي الأول هو الثقافة. المذيع مطلوب منه أنه يكون مذاكر طول الوقت، وأنه يكون عنده فكرة عن كل الموضوعات، وغالباً لازم يكون بيقرأ بشكل مستمر في كل الحاجات حتى ولو بقدر بسيط، لأنه دي حاجة اسمها الثقافة العامة، لو ما عندوش هو خرج برا المنافسة. التحدي الثاني مظهره، شكله ووزنه، حاجات هو مطالب طول الوقت أنه يجيب فيها 10 من 10، الحبل مشدود على الآخر. كل ما زادت شهرة المذيع كل ما زادت توقعات الناس منه أنه يبقى زي الصورة اللي هم رسمينها عنه. التحدي الثالث، وده يعرفه المذيعين بس لازم أحكي لكم عليه، التحدي أنه الضيف يبقى مش مذاكر، أن يجي لك ضيف ويبقى على الهوا مثلا والضيف نفسه ما عندوش حاجة يقولها، فأنت هتضطر أنك تتصرف، تحاول تقول للناس جملة مفيدة أو تقول لهم معلومة. وهنا هنرجع لنفس التحدي بتاع الثقافة العامة اللي ممكن يساعد في موقف غالباً بيبقى سخيف. التحدي الرابع، بجد إتقان اللغات. زيها زي أي شغلانة أو وظيفة في الدنيا، إتقان اللغات بقت حاجة مطلوبة من كل الناس، لكن المذيع مطلوب منه بشكل أكبر إنه يبقى بيتقن أكتر من لغة. وبعض الناس هتقول لك ما هو بيتكلم عربي يتقن لغات ليه؟ بس إتقان اللغات في حياة المذيع مش بس عشان الحوارات، لكن كمان عشان يقدر يتحرك ويدور ويذاكر تفاصيل كتير أعتقد مصادرها لازم تكون بلغات تانية. التحدي الخامس، وهو مذيع جديد اسمه مفيش حد يكتشفني. المذيع دايماً أو اللي شاطر يعني وجاهز للفرصة هو دايماً مستني الفرصة دي، محتاج فرصة من أول حد يساعده يدربه، فريق إعداد، تفاصيل كتير من كل الإمكانيات زي الإخراج، الإضاءة، التفاصيل، الفريق العظيم اللي ورا المذيع، دول هما اللي بيطلعوا المذيع ينور أو يقدروا يعملوا كمان العكس. فعشان كده المذيع القديم مدين بالفضل لكل الناس دول، والمذيع الجديد بيدور على كل الناس دول إنهم يتحطوا في سكته. التحدي السادس، فريق الإعداد. الحاجة اللي مش كل الناس عارفاها معرفش إزاي هو إنه المذيع مش لوحده، هو لازم يكون معاه فريق، والعلاقة الأهم في المهنة دي هي العلاقة ما بين المذيع وفريق الإعداد. العلاقة دي لو متوترة المذيع دايماً بيبقى شايف إن الإعداد يقدر يساعد أكتر، والإعداد غالباً بيبقى شايف إن المذيع ده ما قدمش المحتوى زي ما هم عاوزين، ويحصل حالة كده من القلق في أوقات كتير. التحدي السابع، أنا مضطرة أن أقول أسرار كتير النهاردة، المرتب. المرتب والمصاريف الشخصية للمذيع. معظم الناس فاكرين أن المذيع ده مرتبه كبير جداً جداً، لكن في أغلب المذيعين، وأنا أقدر أسأل نص زمايلي، أنه غالباً بيصرف كل مرتبه على اللبس ومتطلبات الوظيفة من مظهر. ففكرة أن مرتبه كبير دي أسطورة تنطبق على 3 أو 4 أشخاص، بلاش نقول أساميهم دلوقتي. التحدي الثامن هو الارتجال. مطلوب من المذيع أنه يبقى عنده القدرة أنه يملى وقت على الهوى في فقرات كتير، يعني أنه يملى يتكلم كلام يبقى منطقي طبعاً وليه معنى، بس في ظروف كتير زي طوارئ، زي حصل أي حاجة ما بيبقاش لحقنا نعمل ليها إعداد، فالمذيع مطلوب منه يحضر. التحدي ده بالنسبة لكثير من المذيعين ممكن يبقى مرعب. التحدي التاسع اسمه المشاهدة والإعلانات. المذيع محتاج يعمل مشاهدة كويسة عشان يبقى عنده إعلانات كويسة، وعشان يثبت للإدارة بتاعته إنه هو مؤثر. وللأسف في مشكلة حقيقية في المهنة بتواجه المهنة دي، إنه في عالم الترند هو اللي بيعمل فيه المحتوى والمشاهدات الأكتر، دايماً صاحب المحتوى الجيد مش هو صاحب أعلى المشاهدات. التحدي العاشر هو الفرصة نفسها. مهنة المذيع هي واحدة من المجالات اللي ناس كتير قوي بتحلم تشتغلها، ولأنه ناس كتير بتحلم بيها وناس كتير بتسعى ليها، فبالتالي كل ما زيد عدد الناس اللي بيتنافسوا على حاجات محدودة فكل ما الفرصة بتبقى أصعب. وأصعب هنا مش معناها أن الفرصة مستحيلة، لكن هي أصعب قليلة. فالمذيع الكويس بيستنى كتير قوي عبال ما بياخد الفرصة اللي هو يستحقها. والخبر الأصعب أنه حتى شكل ومهنة المذيع في شكلها التقليدي غالباً بيختفي،